أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم مثل ما بتعرفوا معنا نبينا الغالي سامي الديب، وعندنا سلسلة وعدنا نبينا نبدأ فيها هي أخطاء القرآن، والسلسلة مطولة بصراحة. نبينا، خلونا بالبداية نرحب بنبينا الغالي سامي الديب. أهلا وسهلا فيك نبينا. أبيك وأشرب على صحتك وعلى صحة جميع المشاهدين، على صحتك نبينا. وكما يقال في الخمر الحقيقة، واللي يشرب خمر ما بيغلب. وفي القهوة هاي ما بعرفش، هاي ما بعرف. أنا أشرب قهوة بالشهر، قهوة واحدة بالشهر، نيالك مش نيالك أكتر من هيك. ما عندي فلوس، ما بقدر أدفع. بصراحة. أنا حاطط فلوسي كلها على القهوة، كل نهار أشرب يمكن 7 8 قهوات. لا، أنا إذا أشرب قهوة وحدي طول نهاري بمشي عاطل، ما بتقدرش أتحمل، ما بقدرش أتحمل القهوة. فيعني مجددا على صحتكم، على صحتك يا نبينا. نبينا هذا خمر بزعتر، خمر بزعتر، وحطيت على الفيسبوك طريقة عمله. شفتها أيوه شفتها جميل. نبينا نبينا أخطاء القرآن بصراحة، يعني لما كنا صغار كنا نقول لا يأتيه الباطل لا من خلفه لا من فوقه لا من جنبه، يعني بنعرف الآية هي. احكي لنا على أخطاء القرآن، كيف جتك الفكرة في أخطاء بالقرآن أصلاً؟ ايه، هلا في صدى عزيزي، معناته لازم تسكر عندك. هلا في صدى. اوكي، في الواقع لما ترجمت القرآن الى اللغة الفرنسية وثم الى اللغة الإيطالية والإنجليزية، وستصدر يعني قريبا، هي تحت التصليح عند الناس عندهم لغتهم الأم الإيطالية واللغة الأم الإنجليزية، لاحظت مشاكل في ترجمة بعض الآيات. تبين لي أن هناك أخطاء فظيعة في القرآن. فأنت إزاي تفهم الغربيين، تعطيهم نص ترجمة للنص العربي، اللي هو مليء بالأخطاء؟ هل حتضع نفس الأخطاء باللغة الفرنسية أم لا؟ هنا مشكلة. وعندما نشرت طبعة العربية للقرآن، قلت علشان الطبعة الفرنسية تكون ممتازة يعني وتلتزم بعض المبادئ في الترجمة، سأضيف إلى طبعة العربية للقرآن أخطاء القرآن في الهوامش، وأشير إلى كل آية حتى القارئ ما يمرش على الآية مرور الكرام. ففي هناك إشارة إنه هنا في خطأ، بيرجع الهامش بقول له اهو، فهو ينجبر في الحالة هاي، فهو ينجبر هو بالحالة هاي انه شغل مخه. يعني تعرف انه انت راكب باص والباص مسرع، او تاكسي 150 كيلومتر 130 كيلومتر، ما بتشوف التضاريس المنطقة، ما بتشوف الشجر، ما بتشوف اللي بمر. بس انا بوقفه من وقت لاخر، بوقف الباص والتاكسي بقول له انزل شوية استريح، فرج عزيزي، شوف الدنيا اللي حواليك، أخليه يتفرج. ولهيك يعني أنا بداية كنت أفكر يعني العدد قليل من الأخطاء، فاكتشفت في خلال بحثي أن هناك على الأقل 2500 خطأ، 2500 خطأ. هناك كانت بعض المقالات تتكلم عن أخطاء القرآن، لكن يعني تجيب 20 30 خطأ، 40 خطأ انكسرت، 50 خطأ انكسرت. لكن أنا يعني ممكن تقول في القرآن بين كل خطأ وخطأ خطأ، بالضبط. يعني ما تتصور. بس علشان أنت تنتبه وجود للخطأ لازم تدقق، لازم يعني تفتح عينك كويس، ولما تترجم تقول هل، ولما تراقب. فشي حيرني جدا، ورأيت انه لا يوجد هناك كتاب ولا طبعة عربية بطبيعة الحال للقرآن تبين هذه الأخطاء. فكان من واجبي ما دام الهدف تاعي هو فهم القرآن، أن وتفهيم القرآن، أن أبين هذه الأخطاء للقارئ.
وهذه الأخطاء وضعتها أنا في هامش طبعتي العربية للقرآن، وعملت وذكرت المواضيع في المقدمة عن الأخطاء، مقدمة طويلة، وآمل بعد قليل سأبدأ كتاب مستقل عن طبعة العربية للقرآن متخصص في أخطاء القرآن. يعني حيكون أول كتاب عربي يتكلم بصورة شاملة عن أخطاء القرآن. فاقترحت عليك موازاة مع حلقات الأخ سالم اللي اتكلم فيها عن مصادر القرآن، أن نعمل حلقات عن أخطاء القرآن. وكنت سابقا عملت أيضا بعض الحلقات مع البط الأسود عن أخطاء القرآن، لكن فضلت أني أتوسع معك في هذه الحلقات. هي قد تصل ما بين 10 إلى 20 حلقة، غير متأكد من العدد، إذا يعني صدرك وسع لحلقاتي. بالعكس نبينا، نحن في خدمتك، ونحن بدنا بصراحة بدنا الشخص مثلك يطلع ويقولنا هي، يعني أنت معلمنا، يعني نحن عم نتعلم منك نبينا بصراحة، يعني هالأخطاء هي شكرا لك بال تبحث فيها وتطلعها. يعني في ناس فعلا كتبوا لي بعد الحلقات اللي عملتها مع البط الأسود، قالوا لي أنت جبرتنا نتوقف ونرى أخطاء إحنا لم نكن نعرفها أبدا. يعني أنت شوف سورة الفاتحة فيها عدد من الأخطاء، رغم أنه المسلمين بيرددوها 15 مرة في اليوم على الأقل ولا يلاحظون الأخطاء. لكن أنا أردت في هذه الحلقة الأولى أن يكون مقدمة للحلقات القادمة، حتى نفهم إيه يعني بأخطاء القرآن، شو الهدف من ذلك، ما هو الهدف. المسلم حيقول لي يعني أنت عايز تثبت إنه القرآن مش كلام الله، لأنه أنت تقول إنه في أخطاء، وما دام إنه الله بفهم العربي، وأصلا الله ما بفهم إلا العربي، هاي المشكلة تاعت الله تاعهم. يعني أنا أشطر من الله، لأني أنا بفهم عربي، فرنسي، إنجليزي، إيطالي، أفهم بعض الألماني، أفهم بعض اللاتيني. أما الله تاع المسلمين بتصلي له بالفرنسي ما بفهم. يعني صاحبنا أمي بهذه اللغات، يعني تقسم عمعم بيقولوا عندنا باللهجة الفلاحية. يعني فأقول يعني إنه الله ما فهم إلا اللغة العربية، ورغم ذلك عمل أخطاء. يعني شبالك لو كان بيعرف عدة لغات لكان كان ضرب الحابل بالنابل. يعني بالتمام. فيعني هم بيقول لك أنت يعني عايز تثبت إنه هذا الكتاب مش من عند الله، لأنه لو كان من عند الله ما كان في أخطاء. لكن هذه ليس الهدف تاعي، لأنه أنا عندي ما فيش كتاب ينزل من عند الله، لا توراة ولا إنجيل ولا قرآن، يعني الثلاثة حاطهم بنفس الكيس، ولا ألف ليلة وليلة. وحتى لو كان القرآن 100% صحيح، ما فيش فيه ولا أي خطأ، لا عربي ولا غيره، هذا لا يثبت أنه من عند الله. ومقولتي اللي تعرفوها كلكم، لا ينزل من السماء إلا المطر والنيازك وبراز الطيور، وأوقات وبعض الأوقات تقع طيارة من السماء، حادث يؤسف له. فيعني الهدف ليس إثبات أن القرآن هو كتاب بشري، ولكن فهم القرآن على حقيقته، أو إعطاء نسبية للقرآن. هم يقدسون القرآن، يعتبروا قمة في البلاغة وقمة وما شابه ذلك، لكن أقول لهم هدي أخي، هي مش كذلك الأمور، مش مثل ما بتفكر أنت الأمور، لا، هذا كتاب بشري مثل أي كتاب آخر، وفي أخطاء كثيرة كما ذكرت
تزيد على 2500 خطأ. وهيقولوا لي طيب هل ليش انت بتتكلم عن اخطاء القرآن ما بتتكلم عن اخطاء التوراة؟ ليش ما بتتكلم عن اخطاء الانجيل اللغوية؟ اولا لا اليهود ولا المسيحيين يدعوا ان كتبهم المقدسة طبعا الحال لا تتضمن اخطاء، لا يدعون ذلك. لا توجد اي دعوة عند المسيحيين ولا عند اليهود، لا يدعي أحد منهم أن كتبهم خالية من الأخطاء اللغوية. والإنجيل والتوراة لم تكتب بلغة واحدة، عند المسلمين كتبت باللغة العربية وحرفيا، عند المسيحيين خاصة وعند أكثرية اليهود التوراة والإنجيل ليس موحاة ولكن ملهمة. يعني هم يقولوا الله وراء الفكرة والإنسان عبر عنها باللغة تاعته، إن كان فصيح تطلع اللغة الفصيحة وإن كان أقل فصاحة تطلع اللغة تاعته أقل فصاحة. وفي التوراة والإنجيل هي كتب يعني بشرية، هم يعتبروها ولو يعتبروها بشرية رغم أنه التوراة بذاتها تدعي أنه الله كتب التوراة بإصبعه، والقرآن بيقول إنه وكتبنا في الألواح لموسى التوراة ومثل هيك، تعرف إنه الله كتب بإصبعه على حجر، فمن كثر ما كتب بإصبعه انحف إصبعه بطل يعرف يستعمله. بس شو عمل هلا؟ صار يبعث الملاك يحكي محله. طلع دم ولا لا؟ أنا بس دي عارف إذا طلع دم. لا ما هو نشف الدم. وما عنده دم يا أيام. العاصلة عند المسلمين هو الملاك بيفتح الخزانة اللي عند الله فيها قرآن محفوظ، باخذ بعض الآيات بنزلها عند محمد، طالع نازل المسكين، فاهم علي؟ يعني كان عنده شغلة لما كان محمد موجود. بعد ما خلص الوحي ما تدري هو يعمل ايه الملاك جبريل، يعني يظهر راح تسجل بمكتب البطالة شغلة عاملة يبعث الله. مثل ما يقول اسماعيل ياسين يعمل عند بطال افندي. فيلمه اسماعيل ياسين، فيلم له سموه اسماعيل ياسين للبيع، زوج للبيع. هو يقول له اخته انت روح اشتغل، قال لا انا راسي نحس ما بلاقي شغلي. وانا بشتغل عند بطال افندي. ما بعرف اذا انت لقيت له شغله لجبريل، يعني بما انه انت صرت نبي، يعني هو لو شغله عندك. إيه لا أنا عملته حارس للبيت. حطيت على الصفحة بتاعت الملاك جبريل شغلت عندي. يا ريت عندي هالشغلة هاي. إيه عفارم عليك. يعني أنا يعني شفقت عليه، فاهم علي؟ فحطيته هنا حارس على البيت خارج البيت، ولطيف جدا يعني آخر الأمر. ها بس هو سكوت، يعني رجل هادي، ها يعني مو مثل البوابين العامة بيحكوا كثير وبتحرشوا بالبنات، لا هو قاعد وهادي. بقول لك مثلا بيقول لك الله بقول لك يتجوز مثنى وثلاث. لا 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 هو ساكت على طول، لا هو ساكت على طول. وعلى فكرة أنا أخذت الملاك من المقبرة. لأنه عندنا يحطوا على المقابر ملاك ومثل هيك، وكل 20 سنة يفرغوا المقابر مشان الأموات الآخرين، فاللي عليه ملاك بروح يرميه بسلة المهملات. أنا رحت على سلة المهملات لقيت الملاك جبريل داخل السلة، فشفقت عليه فأخذته للبيت وحطيته على الباب. يعني وظفته من جديد، هو كان لازم يروح على الكسر يطحنوه بعدين يرصفوا فيه الطرق، يصير رمل ويرصفوا فيه الطرق. فأنا يعني شغلته، عملت له معروفية.
عملت له معروفين. بالضبط. والحلقات اللي حعملها معك أخي الفاضل جان، أنشر عامة السيناريو اللي أبعثه إليك على الحوار المتمدن، حتى الواحد يستطيع يقرأه قبل، واللي يحب طبيعة الحال يتابع ويعمل تعليق يكون عنده النص. وهذه الحلقات سأجمعها لاحقا لعمل الكتاب أو لا، أستأنس بها مع تعليقاتكم بتأليف كتابي عن أخطاء القرآن. فيعني اللي يقول لك هل في التوراة والإنجيل أخطاء؟ أكيد في أخطاء، لكن ما حدش بزعل إنه تكون في أخطاء. بالعكس، يعني أنا شفت كتب تتكلم إنه هناك آيات توراتية صعب تترجمها لأنه مشوهة ومثل هيك، بس ما حدش يزعل على هذا الحكي، ما حدش يزعل على الحكي. أنت تقول في الدول العربية إنه وجدت خطأ واحد في القرآن بعدموك، فما بالك ب 2500 خطأ نبينا. تمام. أما عندنا المسيحيين أو عند اليهود كل وجدت خطأ في التوراة، ما حد بكلمك، ما في مشكلة عندهم. بس هنا المشكلة لأنه هي مرتبط بمعتقد، لأنه الله تكلم عربي ونزله عربي، فإذا وجد خطأ معناته الله ساقط في العربي. وساقط ما هي المشكلة، فاهم علي؟ فربطه بالله خلق مشكلة لالله، يعني بتهمه الله. إذا ثبت إنه هناك خطأ فمعناته أنت تهدم الإسلام بالكامل. إذا وجدت خطأ واحد لغوي في القرآن وأقر في المسلمين، القرآن انتهى والإسلام انتهى. 14 قرن نسفته نسف تام. فهنا المشكلة الكبرى عند المسلمين، ليك هم يغتاظوا لأنه ما عارفين. أنت مثل ما تحط يعني قنبلة في أساس البيت، في أساس البيت. أما لو قلت أنه هذا عمل بشري، ما حد بزعل. ربط اللغة بالله أوقعت الله بورطة. هو أصلاً الله ما عندوش علم أنه في قرآن. الله يعني هاي جديدة عليه أنه في قرآن ينسب له، يعني الله عمره ما كتب كتاب، هو ليس مؤلف، وبعدين ليس له حقوق مؤلف اصلا، فاهم علي؟ ومش معروف من الناشر تاعه. اخذوا حقوق النشر، محمد اخذ حقوق النشر من عنده. مثل ما تقول هيك يعني. اوكي، والقران بذاته اذا يتمنى على القرآن، يطلب من المسلمين أن يتدبروا القرآن. يتدبروا يعني يفهموه. عندنا أفلا يتدبرون القرآن، وعيدت مرتين في سورة النساء وسورة محمد. أفلم يدبروا القول، وكان لازم يقول أفلم يتدبروا القول، مش مهم. أفلم يدبروا، هنا في خطأ لغوي بسورة المؤمنين. وأنت تلاحظ أن الدول العربية كلها عندها مراكز لتحفيظ القرآن، وصاحبنا الأسد حفر قبره بإيده لأنه فتح معاهد الأسد لتحفيظ القرآن. وهذا تحفيظ القرآن هو أفضل أسلوب لغسل المخ والسيطرة عليها من رجال الدين. لا يوجد أي مركز في الدول العربية تسمى مركز فهم القرآن، لا يوجد، كلها حفظ. يعني هم بصدروا ببغاوات. أضف إلى ذلك إنه داعش بذاتها عملت مسابقة لحفظ القرآن، واللي ينجح بالمسابقة يعطوا سبية أزيدية. صور لحد وين وصلت الوساخة، صور لحد وين وصلت الوساخة. هم يقولوا كتاب الله، يقولون كتاب الله، اللي يحفظ كتاب الله يعطي مرأة، يعني تستعبد امرأة تغتصبها مثل ما تريد وتبيعه بسوق النخاسة مثل ما تريد. يعني أوسخ من هيك مش ممكن، وأوسخ لإسم الله مش ممكن. يعني مش ممكن توسخ اسم الله بأكثر من هيك تصرفات سيئة.
طيب، وتعرف انه في بعض البلاد حتى اذا انت حفظت القرآن يخرجوك من السجن. صحيح، حتى الأخت خليل. بالتمام، هي خرجت من السجن لأن حفظت القرآن. بالضبط بالضبط. فأنا وهذا ليس فقط في السعودية، في كثير من الدول العربية والإسلامية إذا أنت كسجين حفظت القرآن يا تخرج من السجن يا يخفضوا لك سنين السجن. يعني الببغاوات كلهم لازم تفلتهم من القفص بالحلال. حتى نبينا في من جماعتنا معارف بعيدة شوي دخلوا سجون داعش، واحد كردي لا يعرف العربية يعني، داعش قالوا له احفظ سورة البقرة بكرة الصبح ونطالعك من السجن. ففرح الرجل، قال اللي بدي احفظ، رايح عند شيخ كمان مسجون معه بيعرف القرآن، قال له شيخي اصحى اصحى، اجانا الفرج. قال له شو؟ قال له قالوا لي احفظ سورة البقرة وتطلع من السجن. قال له تعال نام تعال نام، اذا من هون لبكره الصبح حفظ سوره البقره، انت ما بتعرف عربي مزبوط، نص القران اللي بدك تحفظ لك. هي ضحكة صارت. يعني ايه هلا الهدف اذا هنا فهم القران وليس حفظه، وليس حفظه. ولا ادعي اني انا معصوم. عامة يقولوا لي أنت تبالغ 2500، بقول لهم كويس اقرأوا ال 2500 وقولوا لي كم تقبلوا في المية منهم؟ 1% 2%، هو لا يقول له 1% طار راسه. فاهم علي؟ فهو بداية بقول له ما في خطأ. بسد الباب حالا بقول لك ما في خطأ. أخي اطلع فيهم شوفهم، ممكن هناك خطأ واحد؟ لا مش ممكن. مش ممكن. طيب هذا إذا اللي احنا الهدف انه واحد يفهم النص القرآني. القرآن بذاته كما انت قلت، ما انت حفظت، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعتمد على هذه الآية ليقولوا انه ما في أخطاء في القرآن. وفي آية أخرى تقول قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. غير ذي عوج يعني ما في عوج، ما في شيء أخطاء. من الصعب للمسلم المؤمن كان عالم ولا جاهل يقبل فكرة إنه قد يكون في القرآن خطأ. احتمال بذاته مستبعد تماما، إن كان لغوي أو إنشائي. هذه يعني جزء من العقيدة الإسلامية، جزء من العقيدة الإسلامية، ومن ينكرها يعرض نفسه للخطر إذ يعتبر مرتد. إذا أنت تقول في خطأ في القرآن فأنت ارتدت عن الإسلام، وعقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وكما وافق عليه جميع وزراء العدل العرب هو القتل. لأنك أنت إذا اعترفت أنه في خطأ في القرآن فإنك كأنك قلت أنه القرآن ليس من عند الله، أنكرت نزول القرآن من عند الله، فليس ردة أكبر من هذه الردة. يعني كل الحكي اللي حكوا 14 قرن رجال الدين هو كذب بكذب، وادعاء محمد أنه استلم من الله القرآن كذب بكذب. يعني أنت كذبت محمد، كذبت القرآن، كذبت إجماع الأمة، هذا أكبر ردة ممكنة، أكبر ممكنة. طيب واللي يشوف عيب في القرآن إن شافه بيقول لا، هو العيب فيا مش بالله. ما بيقول أبدا، يعني هو دائما ببرئ الله من أي خطأ. هو أصلا الله ملوش علاقة، بس هو يعني مجبور يقول هيك انه لا، ده الله مش ممكن يخطأ. فاذا انا شفت خطأ، الواحد بيستعيذ من الشيطان الرجيم، ايوه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول لا ما في خطأ، انا شفت مش كويس او انا مش فاهم. وكي عمي فتح عينيك، لا 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 ما في خطأ، هو حيغمض عينيه على طول. ولهذا السبب مثلا المسلمين
لم يقوموا بترتيب القرآن ترتيب تنازلي، تسلسل التاريخ، لأنه إن أنت غيرت ترتيب القرآن يقول لك إنه يعني شو أنت أفضل من الله، أنت يعني الله اللي عمل القرآن ما عرفش رتبه هو، تيجي أنت ترتب لنا إياه. وهم يقولوا ليس في الإمكان أفضل مما كان، فاللي الله اقترح هيك بده يضل هيك. وفي هناك أخطاء لغوية ما قدروش يصححوها، رغم أنه تم تصحيح بعض الكلمات في الإمبراطورية العثمانية، زادوا بعض الأحرف حنتكلم عنها بعد ذلك. لكن أنك تعترف رسميا أنه هناك خطأ في القرآن، وكرر ما قلته سابقا أنه في الإمبراطورية العثمانية تم إضافة بعض الأحرف إلى الكلمات. نبينا هاي ما سببت أي مشاكل لما الإمبراطورية الخلافة العثمانية أضافت؟ هلا في صدى فعلا هذا الموضوع لم يطرح، ولكن اعتبر يعني مثل ما أضيفت النقط والحركات للقرآن فاعتبروا هذه إضافة ليس عيب، ولكن غطوا الأمر. هلا مش ممكن تنشر القرآن رسميا وتوزعه للبيوت في الإملاء المعترف به، لكن هناك طبعات عربية للقرآن، مثلا مصحف الشروق الميسر، الكلمة القرآنية موجودة وتحتها مكتوب كيف تكتب اليوم، لكن هم ما يقدروش يغيروا النص القرآني بذاته. والمؤمن عامة ينظر للقرآن لفظا وليس معنى، هو المهم يختم القرآن في رمضان أو بغيره، يعني هي مثل مسابقة مين يخلص القرآن أكثر. أخي أنت شو فهمت منه؟ لا ختمته. تصور إنه هناك مثلا في دول ما بفهموا كثير، غالبية المسلمين ما بفهموا لغة عربية، فقراءة القرآن بذاته بتعطيك يعني فضل عند ربنا، تكسبك أجر. فبتعرف اللي ما يقرأ عربي هيعمل شو؟ بتعرف شو يعمل؟ يمرر إصبعه فوق الخط العربي سطر. نبينا بلا مقطوع لحديثك، صدقني أقاربي أنا شخصيا في نساء أميات لا يقرؤون، فيعملون هكذا، يمررون أصابعهم على الكلمات، خلاص أنتوا أخذتوا حسنات، أنتوا أخذتوا تمام أبدا، يعني كأني قرأت القرآن. تمام فيها لا صدى، في صدى عندك. فيعني هم بحملوا الله جميلي ليش مرر إصبعه على الخط؟ طب كويس كويس هي إنما الأعمال بالنيات مثل ما بقولوا. يعني بالحالة هاي كمان الببغة أكيد بتدخل السماء. أنا شفت ببغة حافظة صورة من القرآن، شفت صور قصيرة بحفظوها للببغاوات، بعد بقول الله أكبر الله أكبر أهو. فيعني ربنا هاي أكيد بدخلها الجنة. تعرف قصته أبو العلاء المعري في كتاب الغفران، يقول قصة إنه لما وصلوا للجنة أهل البشر قالوا روح يتصيدوا، فراحوا يتصيدوا في السماء، بعدين وقعوا على حمار بعيد عنك، قالوا خلاص هنصيده، قال لهم لا تصيدوني، قالوا ليه؟ أنا مو من حمير الجنة. قال لي كيف؟ أنا من حمير الأرض. شو القصة تاعتك؟ الله مدخل حمار في الجنة، والأبو العلاء المعري قال لهم الله أعطاني فضل، لأنه أنا جلدي كان يستعملوه للمي اللي يتوضوا فيها المسلمين. على كل هذا موجود في كتاب الغفران لأبو العلاء المعري، بطبيعة الحال هو يستهزئ بالكل، بس ارجع كتاب الغفران لأبو العلاء المعري حتجد القصة. فكل الببغاوات اللي تحفظ القرآن عن غيب
تدخل الجنة. يعني هم أقل فضل من الحمار اللي نقل فقط ميت؟ لا ما ينفع، حرام عليك. شو يعني ماله الببغاء؟ جدا جدا صحيح. وخصوصا الحمير البشرية يعني. اي تمام تمام ايوه، هو اللي يقرأ القرآن واثق انه هذا من عند الله، لا يمكن بأي من الأحوال يقول انه في نقص او خطأ او خربطة. فليش يتعب نفسه؟ ليش يبحث؟ ما دام هم مقتنع انه هذا القرآن من عند الله، مش حيقعد يدور على الخطأ. لا، لأنه هو بدأ بعقله بكل إسماعيل، قصة إسماعيل ياسين حلوة جدا. هذا إسماعيل ياسين زوج للبيع، هو يغسل راسه بالصابون. بعدين بيقول ليش بغسل راسي بالصابون؟ بدي راح أدور على شغل، ما بلاقي شغل. فراح بده ينام بالسرير بالصابون على راسه. فجأة أخته بتقول له أنت مجنون، بتنام بالسرير بالصابون على راسك؟ قال راسي هالكد وسخ انه بده مش هننظف. عقلهم هالكد مجمد انه صابون الله كله ما حينظفه. صابون الله كله مش حينظفه. ايوه، والقرآن بيقول بذاته انه يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ماذا تعني هذه الآية؟ اسمع شو بقول لك المنتخب، اسمع شو بقول لك المنتخب، وهو التفسير تاع الأزهر. بيقول لك إنه لا يحاسب سبحانه ولا يسأل عما يفعل، لأنه الواحد المتفرد بالعزة والسلطان الحكيم العليم، فلا يخطئ في فعل أي شيء، وهم يحاسبون ويسألون عما يفعلون، لأنهم يخطئون لضعفهم وجهلهم وغلبة الشهوة عليهم. لا يخطئ. هلا الزمخشري هو معتزلي، مفسر الزمخشري هو معتزلي، والمعتزلة يعتبرون عامة يعتمدون على العقل، لكن هنا لما وصل على هذه الآية فقد عقله. هذا معتزلي يعتبر انه هذا يعني يعتمد على العقل، لكن لما وصل هذه الآية خلاص صار مثله مثل غيره. ما في فرق بينه وبين بعيد عنك يعني الجاهل، ان كان اشعري ولا ابن تيميه، كله بس وصل على هذه الآية صار عقله يخربط. فهو شو يقول لك؟ اذا كانت عادة الملوك والجبابرة أن لا يسألهم من في مملكتهم عن أفعالهم وعما يوردون ويصدرون من تدبير ملكهم تهيبا وإجلالا، مع جواز الخطأ والزلل وأنواع الفساد عليهم، كان على ملك الملوك ورب الأرباب خالقهم ورازقهم أولى بأن لا يسأل عن أفعاله، مع ما علم واستقر في العقول، مع علم واستقر في العقول من أن ما يفعله كله مفعول بدواعي الحكمة، ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبائح. بيقول لك إذا الملك بذاته تاع الدولة قد يخطئ، لكن ما حدش يقول له أنت أخطأت لأنه خاف على رأسه، ما بقدرش. فشو بالك بالله؟ مش ممكن تقول له الله أخطأت. وهذا ابن الحلال هو زمخشري، هذا معتزلي، يعني شو بالك يكون لو كان ابن تيمية؟ خرب الدنيا كلها. فهنا في الواقع عندنا فرق بين المؤمن والباحث. المؤمن بآمن هذا كتاب من عند الله، الله كامل، إذن الكتاب بتاعه كامل. أخي شوف إذا النتيجة صحيحة أم لا. لا، ما هو البداية هو من عند الله والله كامل، إذا تعرف هذا أساليب أسلوب المنطق. أما الباحث على النقيض من المؤمن، يرى أن كل نص مهما كانت قدسيته عند أتباعه هو نص بشري،
يقبل الخطأ والصواب، إما في مجال المضمون أو في مجال اللغة. وفيما يخص الأخطاء اللغوية والإنشائية، يتعامل الباحث مع القرآن كما يتعامل مع كتاب رياضيات أو فيزياء، فهو لا ينظر إلى المضمون في بحثه عن أخطاء اللغوية، بل إلى سلامة اللغة التي كتب بها هذا الكتاب. يعني أنت ممكن تكتب كتاب رياضيات بس مش تكون شاطر باللغة، فبتعطيه لواحد يصلح، هو مش هيصلح الرياضيات لأنه مو تخصصه، هو تخصصه تصحيح لغة، فهو يصحح لك الأخطاء اللغوية. فإحنا لما أنت تصحح القرآن أو تجد أخطاء في القرآن، هتنظر ليس في المضمون، نحن لا ندخل في المضمون هنا، فاهم علي؟ إحنا ندخل هنا في لغة القرآن. وكما قلت سابقا ووضح هنا، أنه أحيانا تم تصحيح تلك الأخطاء اللي موجودة في القرآن من خلال اختلاف القراءات التي سنقرس لها حلقة كاملة بعد ذلك، كيف تم تصحيح الأخطاء باختلاف القراءات. ولكن تلك الاختلافات القراءات المختلفة، يعني في كلمات جاءت خطأ في القرآن والفقهاء أو المفسرين قالوا قرأت هذه الكلمة كده طريقة، حتى في واحدة من الآيات قالوا لها بس هنا في خطأ، قالت عائشة هنا خطأ، الذي كتبها كان ناعس، يا سلام، كان نعسان، فخطأ في الكتابة. هذا موجود في كل كتب التفسير، هاي قصة الصابئين والصابئون الموجودة هي، عائشة بذاتها قالت اللي كتب القرآن كان نعسان فأخطأ في كتابة الكلمة، لكن هي قالت إنه نعسان، لكن أبقوا على الخطأ في القرآن. نبينا بصراحة هون، أنا هاي الصابئين والصابئون والصابئين، يعني فكرت فيها كتير إنه ليش أبقوها، طب ما بيعرفوها شايفينها خطأ، يعني ليش أبقوها؟ أي ما لهيك هم بدوروا ويلفوا. أنا سمعت حلقة لواحد لغوي في أظن تلفزيون قطر يتكلم عن هذه الآية، لا تتصور الدوران واللف اللي عمله علشان يثبت انه ما فيها خطأ. طبعا الحال ولو قال انه فيها خطأ تطير راسه، وطبعا الحال مش هيدفعوا له فلوس على الحلقة بتاعته، فهو مجبور يرضيهم، زي احنا يقولوا عندنا اربط الحمار مطرح ما بيكون لك صاحبه. هم عايزين، ما في خطا، ما في خطا. مثل غاليليو قالوا له يا غاليليو، الثوره بتقول لك انه هي الشمس اللي بتدور تحت حول الارض وليس العكس. قال لهم لا، انا حسب نظريتي هي الارض اللي بتدور حول الشمس وليس العكس. حطوه في السجن، وبعدين قالوا له يعني اهو ارجع لعقلك. بعدين قالوا له كويس، علشان كان عنده علاقة كويسة مع الكاردينال، قال له خلاص بنطلعك انت بس ممنوع تعلم النظرية تاعتك. هو حتى اجبروه يسحب كتابه من السوق، يعني سحب قوله، ولكن لما حكموا عليه قرار بالاخير بيكون ولكنها تدور. ولكنها تدور. وعند صديقة من دولة عربية، لن أذكر اسمها، تدرس في دراسات إسلامية، راحت عند أستاذ لغة عربية وهيك، قالت له أستاذ الفاضل هل تعرف سامي الديب؟ قال له هذا كافر ممنوع تقرأ كتاباته. قالت له أنت يعني أنت قرأته؟ كيف حكمت عليه كافر معناته قرأته؟ ما تقدرش تحكم عليه، ليش أنت تبنى عليه؟ بعدين بتقول له بس هو بيدعي أنه في القرآن أخطاء لغوية، شو رأيك؟
بقول لها يا بنتي خليها مسطورة، أنا عندي مرة وأولاد لازم أعشيهم. هي قالت لي هيك. صحيح هم صحيح. مش أغبياء، هم مش أغبياء، عارفين. بس مين يسترجي؟ مين يسترجي الكل؟ ما يقدرش، ما يقدرش حد يسترجي فيهم. فهم الفقهاء المفسرين شافوا أخطاء في القرآن، لكن وجدوا لها حيلة، وجدوا حيلة. فإيش قالوا؟ قرأت هذه الآية الكلمة بالطريقة الفلانية والطريقة الفلانية والطريقة، فجاءت اختلاف القراءات. لكن هم زادوا الطين بلة، يعني الكلمة قرأت أوقات 15 مرة مختلفة. وعلشان يبرروا نفسهم ما يقولوا مش احنا نتعلقوا براسكم، قالوا كل اختلاف القراءات الله اللي أوحاها. الجنون يعني، انه هو بيقول له انه الله انزل القران بسبعه احرف. طيب كويس، فانت تلاقي بعض الكلمات في القران قرات لحد 15 مره بمعاني مختلفه، وبيقول لك هذا موحى به. لك اخي مش معقول. يقول لك ابيض واسود بنفس الوقت، مش معقول، شو هذا، الله مجنون بعقله؟ بس هم قالوا لا، هذا جزء من الوحي. كويس، فهذا لكن اختلاف القراءات لا تجده إلا في الكتب المتخصصة، لا توجد أي طبعة للقرآن تضع في الهوامش اختلاف القراءات. فلا بتشتري كتاب أو السعودية تعطيك الكتاب للقرآن، ما فيش في أي ذكر لاختلاف القراءات. الطبعة الوحيدة للقرآن اللي فيها اختلاف القراءات هي طبعتي. ما احلاهم يحطوا الاختلاف القراءات، يعني عم بيقولوا لك نحن غلط. اما هذا هي المشكله. وانا اتذكر يوم واحد مصري من اخوان المسلمين، هو دكتور حتى بالاسلاميات، ما اعرف شو شغله، شو درس، شو اي دكتوراه مثلا من السوربون، وما اعرف من اي جامعه حاصله. هو صاحبنا من الحلال. كنت اعد طبعات القران باللغه العربيه، وانا ذاكر في اختلاف القراءه. دخل على مكتبي ينتفض ينتفض. قلت له مالك، شو صار فيك، عندك يعني حمى، شو اللي صار لك؟ قال لي كيف تكتب قراءه اختلاف القراءات، انت بتخترع، انت ما بتصير هيك، شو انت يعني بتعتبر القران محرف؟ قلت له مهل على نفسك. قلت له كيف امهل على نفسي، انت بتصيب القران وبتقول لي امهل على نفسي. قلت له عزيزي انا ما جبتهم من عندي. قال لي كيف ما جبتهم من عندي، لا انت اخترعتهم. قلت له لا يا عمي. قال لي كيف، قلت له انت قرات المقدمه من وين جبتهم؟ قال لي شو كتبت من المقدمه، حتى ما قرا ابن الحلال، بس شاف اختلاف القراءات انجن. ها بس انجن. قلت له تعال معي، تعال معي، شو انت بدك تطولها معي؟ فاخذته على الرف وفرجيته كتب وافق عليها الازهر. بس هي مجلدات كبيره، ما حد بيكرهها، ما حد بيكرهها. فبتعرف شو صار يساوي؟ صار يسب على الازهر، كيف يا ازهر بتسمح بنشر مثل هيك كتاب، انت قاعد بتشوش على عقول الناس. بعدين بيقول لي كيف تشتري هذا الكتاب؟ ما بده حد يشتري الكتاب. قلت له اخي هذا الكتاب يباع في السوق، هذا جزء من الدراسات، اصول الشريعه تدرس والعلوم القرانيه تدرس اختلاف القراءات. هو مش عايز الناس تعرف، مش عايزين. فالطبعه الوحيده العربيه للقران ما اختلافات القران القراءات هي في طبعتي انا. و تصور أخي الفاضل أنه عدد آيات القرآن 6236 آية، نصف آيات القرآن جعل اختلافات، نصف آيات القرآن جعل اختلافات قراءات. أضف إلى ذلك أنه بعض الكلمات جاء عليها 15 اختلاف، يعني الأمر فظيع جدا. وهم يبعوا لك القرآن هيك بلا اختلافات بلا شيء. كتب التفسير بقلوب، بس بيقولوا هذا موحى. طب كويس، اذا كان موحى اكتبها، ليش انت تخلي فقط النص؟ اذا بتقول انه الله حكاها ليش تحذف قول الله؟
إذا أنت تعتقد فعلا وتدرس في الجامعات وكل كتبك أنه اختلاف القراءات هي موحى من عند الله، طب أخي اكتبها في الطبعة بتاعتك. ليش بأي حق أنت تحذف كلام الله؟ بأي حق؟ إذا كان الله اللي حكى. هناك تحايلات أخرى للمفسرين للتغطية على أخطاء القرآن، فهم حاولوا المستحيل لتبرير الأخطاء، مستعملين تعابير فنية منمقة بدلا من تسمية الأمور بأسمائها الحقيقية، سوف نتكلم عليها في حلقات لاحقة. وهناك حتى من يقول لك طب هاي مخالفة لقواعد اللغة العربية، يقول لك شو هاي أخطاء اللغة العربية، مو ضرورة، ليش ترفع الفاعل وتنصب المفعول به، لا مش ضرورة، لا يقول لك هيك في كتاب، بيقول لك لا هذا سيبويه حط على راسه. طب ليش هن ما بيغيروا قواعد اللغة العربية على حسب القرآن يعني؟ إيه هذا هو المشكلة، هذه المشكلة. في واحد يقول لك اسمه زكريا أوزون، يقول إن حركة أواخر الكلمات لا تغير المعنى. مثلا إذا أنت قلت أخي أكل الأسد الرجلة، مش هيك؟ معروف مين أكل مين، الأسد هو الفاعل والرجل هو المأكول المفعول به منيح. بس إذا أنت غيرت وقلت أكل الأسد الرجل، صار الرجل اللي أكل الأسد، فهمت علي؟ هو بيقول لك المعنى يعني بالتمام، بس هو بقول لك هذه الحركات لا معنى لها. لحد وين وصل في الغباء؟ فبيقول لك شوف إن حنذكره حرفيا حتى لا يقول إنك قاعد بخترعها. إن حركة أواخر الكلمات لا تغير المعنى. لكن ما يغير المعنى؟ طالب أول بداية بعرفها. يعني نبينا لما بيحكي هيك حكي ورجل بهالقامة مثلا يعني ما بيستحى لحاله. يعني لما بيقول انه ما بيغير الحركة، طيب بيغير يعني شو؟ بيستهبلنا لهذا. هكمل لك الجملة. ايوه هو يقول لك ان حركة اخر الكلمات لا تغير المعنى، ولم يهتم بها الرسول، حتى الرسول ما اهتمش بالحركات، بيقول لك كأنه عايش ببيته. وقد قرأ الصحابة في حياته بقراءات عدة ومختلفة، يعني إن وجدت صابين واللي صابون كله عند العرب صابون. هذا الاعتبار. وكتابه بسب سيبويه، ليه ثبت القواعد العربية؟ قال انت ملكيش حق تعمل هيك، انت اصلا مش عربي، انت فارسي. فانت شو تتدخل بشؤوننا؟ وقعتنا بحيرة. طيب منين؟ وهناك من يحتج أن قواعد النحو مأخوذة أصلاً من القرآن، فكيف نحكم على القرآن من خلال تلك القواعد؟ والجواب على هذا الاحتجاج بسيط، إذ أنه يتم عامة استعراض أخطاء القرآن من داخل القياس الداخلي للقرآن. فما دام أنه عامة يرفع الفاعل، استنتج النحويون أنه يجب رفع الفاعل، والخطأ يكمن في عدم احترام هذه القاعدة. إذا القرآن رفع الفاعل، فاللغويون قالوا إنه لغة العرب وليس فقط القرآن غيره إنه الفاعل يرفع. فإذا أنت نصبت للفاعل فهنا خطأ. فإذا كان في القرآن مثل هذا الخطأ هو خطأ. وهناك عاد حالات كثيرة من أخطاء بهذا الشكل هنتكلم عنها. فهنا يعني مش بتقدرش تقول لا، هم صحيح اعتمدوا على القرآن، ولكن ليس فقط القرآن، ولكن في القرآن بذاته لم يحترم القواعد التي وضعها هو. هنا المشكلة، فاهم علي؟ طيب، وهنا يكمن الاستشهاد بآيات القرآن ذاتها للدلالة على أن القاعدة التي اعتمدها القرآن لم يتم احترامها بتواتر. يعني لا يقول لك أنه
مرة صابون مرة صابين، قل له أخي ليش هناك قال صابون وهنا صابين؟ معناته في خطأ. عائشة قال هذا اللي كتبك النعسان. الثاني بيقول لك لا هي مش خطأ، ولكن يا أخي كيف مش خطأ؟ ما هو مكان آخر قال العكس. قال لا لا مو خطأ أخي، لا خطأ. بس هو ما بيسترجي يقول خطأ، لأنه لو قال خطأ بيطيروا له راسه. فقط على الخطأ، لو بدك تعترف بهذا الخطأ ممكن تعترف بآلاف الأخطاء الأخرى بعدين. ها؟ وتلاقي اللي كتب القرآن على طول كان مسطول. في التاريخ يعني أكبر مسطول. إيه هنا المشكلة عندهم. طيب أشرت إلى هذه الأمور في هوامش الكتاب، يعني طبعة العربية للكتاب أكثر الأخطاء اللغوية أو اللي استطعت أجدها، بس بيني وبينك أنا كل يوم بجد أخطاء جديدة. يعني ما خلصت. يعني ممكن نوصل ل3000 مثلا؟ لا هو كله خطأ. هو كله خطأ، مثل ما زلازاك يقول إنه في تركيا، في تركيا بيسمحوا الخمر، ها؟ الخمارات. فبيقولوا بين الخمارة والخمارة خمارة أخرى. حتى عنا بسوريا في دير الزور بيقولوا بدير الزور بين القهوة والقهوة في قهوة. تمام، فبين الخطأ والخطأ هناك أخطار مو خطأ. يعني أنا بذاتي أخطار أوقات، لأن أنا بعد هلا الطبعة الرابعة للقرآن، بعد سنتين، بعد سنتين إن عرفت أخلص من هذه القصة. فكل يوم اكتشف اخطاء جديده، رغم اني انا ترجمته لثلاث لغات، في امور بتفوتني، لاني انا حاليا بكتب كتب عن التفسير، فاجد بكتب التفسير بدلك على الخطا بس ما بسموهوش خطا، فانا بنتبه بكل شو هذا، هاي خطا، فبرجع على طبعه العربيه للقران واضيف الخطا في الطبعه. فأنا حاليا اعد الطبعه الرابعه للقران باللغه العربيه مع اضافه اخطاء جديده. يعني حتى اليوم انا وصلت 2500، قد تصل الى 3500. وانا متاكد ده تصل للطبعه العاشره وال15. يعني اكيد اكيد هو ضروره العمل، هو يستمر. المؤمن مش ممكن يعمل هيك، لانه المؤمن توقف عقله، بقول لك ما في اخطاء، توقف تجمد. هناك فيلم فرنسي اللي وقع في لوح ثلج. فظل بالثلج كم حوالي 30 سنة بلوح الثلج، فبعدين قاموا الثلج تاعه، يعني قاموا الثلج تاعه، لكن خافوا انه يصدم. هلا حيشوف التلفزيون حيكون شو القصة هاي، ينجن الراديو ينجن. فشو بنوا له بيت ما فيش فيه لا تلفزيون ولا راديو ولا شيء على الموديل القديم. فهم عقلهم مجمد 1400 سنة. ايه، فاذا هو يشوف اخطاء القران، هو يقول لي كيف جبت اخطاء القران؟ بقول له اتفرج على الكتاب. بيقول لك فرجيني اخطاء القران. يا اخي موجود في الكتاب تاعي، ما يروحش يفتح القران تاعي حتى ما يشوفهاش. هو قال لا ما في اخطاء. لك يا اخي انت قرات الكتاب تاعي؟ قرات الكتاب تاعي؟ قال لا حاجه لي بقراءته. اوكي اخي بالحاله هاي كيف انت بتنتقد؟ الكتاب موجود، مو مشكله، ولا ادعي الاسماء. طيب هلا شو هي اصناف الاخطاء؟ في القران عده اصناف للقران، ليس خطا واحد. اشر لك هنا اليها. اولا هناك اخطاء نحويه، وهناك اخطاء املائيه، وهناك استعمال كلمات أو عبارات مبهمة، وهناك استعمال كلمات بغير معناها، وهناك ترتيب معيب لعناصر الخطاب، وهناك نقصان مبهم في الجملة، وهناك تكرار وانتقال من موضوع لآخر دون رابط بينهما، وهناك تناقض. يعني هناك 9 أنواع للأخطاء في القرآن. نحن لا نتكلم عن أخطاء الجغرافية والعلمية، وهذا موجود كتب
إذا تحبون أشير لكم إلى كاتب مصري طبيب يعني جدا ممتاز في موضوع الأخطاء العلمية في مشاكل الإعجاز العلمي للقرآن والكلام الفارغ. هذا ليس، أنا لست رجل علمي، أنا أطبع القرآن فقط، أبين الأخطاء اللغوية. من وقت لآخر أشير إلى الأخطاء الجغرافية والعلمية مثل الحاصل، مش هذا اهتمامي، لكن هناك الكتب تكفي. فكما قلت لك، يعني احنا هنتكلم عن أخطاء القرآن اللغوية والإنشائية، يعني أنا أجمعهم الاثنين مع سواء، أخطاء لغوية وإنشائية. وكما قلت يصل عددها إلى 2500 مذكور. كل هذه الأخطاء إما في مقدمة الكتاب، في المقدمة، أو في هوامش الكتاب، يعني تحت كل خطأ هناك هامش يقول هنا الخطأ وهذا تصحيحه، وأعطي المصدر اللي أنا ارتكزت عليه إما من داخل القرآن أو من كتب المفسرين أو من غيرهم. وليس هناك كتاب متخصص في أخطاء القرآن في هذا المجال. ويجب أن نفهم أن الإبهام هو جزء من الخطأ، هو خطأ إنشائي. يعني إذا جبت واحد مجنون بخربط بحكي كلمة مش مرتبة، يعني مثل ما بيقول هذا التمثيلية تاع مدرسة المشاغبين، يقول له أخي جيب لي جملة مفيدة، فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول به. إذا ما عندك هذا الشغلة فبيكون مبهم. فالإبهام هو خطأ إنشائي، هو خطأ إنشائي. وسنبحث لماذا جاءت هذه الأخطاء في الإبهام. ولكن إذا قلت أن هناك مبهم، القرآن مبهم، فأنت عصفت بفكرة أن القرآن كتاب بليغ. هم يقولوا القرآن هو قمة البلاغ، بس لكن تعني البلاغ أنك تبلغ الفكرة للمستمع بصورة واضحة. إذا ما وصلتها معناته أنت مش بليغ. فهو يقول لك عامة القرآن كله بليغ، لا مش ممكن، في أشياء بليغة صح، لكن مو كله بمستوى البلاغة. حتى معروف الرصافي كتب كتاب في هذا الموضوع. وعلى فكرة هنا كتاب آخر لملحد مسيحي، آمل تستطيع تعمل معه حلقة، أخونا ريمون نجيب شكوري، هذا على رابط الكتاب تاعه، وهو مسيحي ألحد، يذكر تناقضات التوراة وتناقضات الإنجيل وتناقضات القرآن ولماذا الحد مثل هيك الحاصلة هنا. فيعني بيقول صحيح أنه في هناك كلمة عبارات بليغة، لكن مش ممكن تقول أنه كل القرآن بليغ. وهناك مقال لي ماذا يقول معروف الرصافي عن بلاغة القرآن. وعلى فكرة معروف الرصافي احنا نعرفه فقط كشاعر، يعني احنا كلنا درسنا شعره الوطني وغيره وغيراته في المدارس بكل دول العالم العربي والإسلام العربي على كل، ما حدش حكى لنا انه كتب كتاب عن حياة محمد. فهذا الكتاب هو كتب فيه انه ممنوع ينشر الكتاب الا بعد 50 سنة من موته، خايف على روح المسكين. يعني حتى 50 سنة قال إنه ولا بعدين بطلعوني من القبر بجروني بالشوارع. أظن يعني حط 50 سنة مشان عظامه يصير مكاحل ما عاد يقدر يجره. بالتمام، هو بالتمام كذلك. أخيرا نشر هو في ألمانيا من دار الجمل، هأعطيكم الرابط تاعه بعدين كيف تحملوه. بس هو بيقول لك أنت تقول بلاغة، لا مو بلاغة ولا بلاغة ولا حكي فارغ. هنرجع لما قال، وأنا كتبت مقال ماذا يقول معروف الرصافي عن بلاغة القرآن. نبينا بما أنه نحن في نقطة البلاغة، عندي سؤال هون، تجويد القرآن، يعني التجويد، هلا كلمة تجويد يعني جعل الشيء السيء جيد، تجويد الشيء يعني لا أظن أنه هذا هو المعنى المقصود. التجويد هو يعني ترتيله ترتيب، يعني ترتيله هو بس بطريقة خاصة.
ليس بمعنى انه تعمله جيد، لا ليس معنى، بس هو ممكن تقول يعني انت تعرف اذا انت تغني امور كلام ملهوش معنى قد تطرب له فتقول هذا شيء جيد بالحالة فتجود هذا الكلام، لكن حتى ولا تفهمش عربي تصير ترقص عليه، اما لو تشوف شو داخله يقول كله خربطة. يعني انا هون بختار لي عبد الباسط عبد الصمد لما بالتمام القارعة بالتمام. وما القارعة وما أدراك ما القارعة، بصوت رائع يعني تطرب والناس الله بدون ما تفهم شيء من الكلمة يعني. أيوة في هناك أصلا فيديو شريط عن واحد بطلب كوكا كولا وبيبسي كولا ومثل هيك تعرفها هو أيوة بالتمام برتل تمام مثل عبد الصمد بالتمام، اللي ما بيفهم بيفكر انه قرآن، فهم علي؟ اما لما تشوف مضمونه لا، فهنا يعني بصل للفكرة تعطيك كل تجويد هنا يعمل جيدا ما ليس هو جيد بالضبط يعني هذا المعنى صح. يعني ما انا لما افهم كلمة تجويد، تجويد الشيء يعني تجعله جيدا، معناته كلمة سيئة تجعله جيدا. بس انا حاجع فعلا ماذا يعني فعل بكلمة تجويد الفنية، المعنى الفني لم أدرسها بتعمق، لكن حأدرسها وحأرد عليك الحلقة القادمة. أنا أشكرك إن أفدتني إلى هذه، أشرت إلى هذه النقطة، هيك أتعلم أنا أيضا ماذا يعني بالتجويد. أنا ما بعرفش أجود القرآن على فكرة. نبينا أنا سويت شوية قرآن من عندي يعني. شفت بس بتعرف ترتله وتعرف تجوده؟ وغنيته كمان. يا سلام يا سلام، عندك قريحة لما كنا عرفها انت مخبي علينا ليش بدانك في الامريكيتين. لا تنسى انه انا شاعر يعني انا لست لا هذا فاهم، بس ما كنتش اعرفك انك مغني. بنحاول خلاص اتمرن بلكي نتحل محله لعبد الصمد. هلا هناك صعوبة كبيرة انك تكتشف اخطاء القرآن، فكيف انت تكتشفها؟ الصعوبة من وين جاي؟ انه اولا النص له قدسية فتخاف منه، وثانيا شكل طباعته لا تسهل فهم النص، لا في فاصلة ولا نقطة ولا علامة استفهام ولا شيء، كله ورا بعضه بالكيلومتر، فكيف تعرف تجد فين بداية الجملة فين نهايتها؟ ما بتعرف يعني، علشان تعرف فين الفاعل في المفعول، الفعل الفاعل المفعول به والأمور مثل هيك، يجب على الأقل تضع فاصلة نهاية الجملة نقطة آخر الجملة، بس ما في، فيصعب عليك إنك تجد الخطأ. أحسن طريقة لاكتشاف أخطاء القرآن هو إنك تترجمه، لأنه بالترجمة مجبور تحط نقطة، مجبور تعرف إنه هناك فعل فاعل مفعول به، فإذا ما وجدت المفعول بتقول إيه هذا أكله، وإذا تشوف الفاعل صار مفعول به بتقول ليه هذا ابن الحلال، مش معقول إنه الرجل أكل الأسد والأسد اللي أكل الرجل. فهنا تنتبه انت يعني مجبور تقدم نص فرنسي او انجليزي او ايطالي اللي يفهموه، ولا بيعتبروك انت مختل عقليا. ايه فانت لازم تقول لهم حي انا مو شغلتي يعني. انا بترجم لكم مثل ما هو، روح اصطف له مع اللي كتبه. فافضل طريقه، وبعدين تقارن المفسرين، فاذا وجدت انه مثلا انا للترجمه الانجليزيه على سبيل المثال قرأت 40 ترجمة إنجليزية لكل آية 40، والترجمة الفرنسية قرأت 20 ترجمة فرنسية، واللغة الإيطالية قرأت 10 ترجمات إيطالية. المترجم يعمل جهد لفهم العبارات وينمق طبعا الحال، يجملها يجودها مثل ما أنت تقول. فهنا لما تشوف اختلاف بين المترجمين وبين المفسرين تضع إصبعك على الخطأ. تعرف لما يتقاتلوا الحرامية بتجد الشيء المسروق، هذا معروف، اثنين حرامية يتقاتلوا، فإذا وجدت مفسرين
مفسر. غير متفق مع آخر تبحث لماذا؟ لأن النص مبهم. لماذا؟ لأن هناك خطأ، يا إما خطأ إنشائي أو خطأ لغوي. هذا أفضل طريقة لاكتشاف الأخطاء. هل هناك اعتراضات؟ وهنا ليس في السيناريو تاعك، حضيفه بسرعة، إنه هنا واحد كتب لي في الحوار المتمدن، إذا كان القرآن كلام بشر فآتنا بآية واحدة تشابه هذا الكلام، وما تعتبره أخطاء لغوية ونحوية نزلت في قوم هم أبلغ لغة فصيحة لكانوا هم أولى من تفنيد تلك الأخطاء. فإن لم تفهم ما هي التعبير اللغوي أو نحوي فاسأل أهل الذكرى. يعني كل اللي أنت مش فاهم روح اسألهم. طب منيح. وأخيرا أقول لك إن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله تعالى له إلى يوم القيامة من أي تحريف أو زيادة أو نقصان، والحمد لله على نعمة القرآن. وإني أدعوك أن تعود للإسلام. أنا عمي عمري ما كنت مسلم، كيف أعود له؟ هو غبي، هو مش عارف إني أنا مش مسلم. يعني أتصور نبينا سامي الديب حيطة لفية وبدأ نطير. خلاص شو رأيك الأسبوع القادم أحط قربوش؟ راح أشتري لي شو اسمه لفة مثل تاعت الشيوخ أحط على رأسي، بس بعدين بكل استهزاء بالدين. هلا صار في صدى، دير بالك، هلا صار في صدى. طيب، وقال لي أضاف: وتتوب إلى الله وتتبرأ من الإلحاد والملحدين وتتبرأ من كل تلك التسجيلات اللي احنا عاملها معك وغيرك، ها، وتبين للناس خطأك فيها وتدعوهم لعدم اتباع تلك الأفكار الشيطانية، ولا تغرنك أضواء الشهرة الزائفة، فاليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. هو بيعمل لي تجويد. فهذا اللي كتب لي، فأنا رديت عليه، هو اسمه أشرف، كتبت له: أخي أشرف، أنت تهزر أم تحكي جد؟ قاعد تعمل لي نكتة ولا شو؟ كتب واحد آخر، كتب لي: حسان بن ثابت، كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة، كعب بن زهير، لبيد بن ربيعة، العامري، النابغة الجعدي، الأعشى، أبو طالب بن عبد المطلب، أمية بن أبي الصوت، الخنساء، عبد الله بن الزبعري، أبو سفيان بن الحارث، أبو محجن الثقفي، العباس بن مرداس، أبي ذؤيب الهذلي، أنا اسمي ذيب هو ذؤيب، مش مشكلة، أبو ذؤيب الهذلي، القعقاع بن عمر. هؤلاء كلهم من كبار الشعراء الذين عاصروا النبي. طيب بقول لك: أين أنت منهم؟ يعني إزاي أنت تنتقد القرآن؟ هذول كبار الشعراء ما انتقدوا. طيب منيح. ردت عليه: كن عصاميا ولا تكن عظاميا. ها تقول ليش فلان قال؟ لا، أنت شو تقول؟ أيوة، شغل عقلك بدل من تأجيره لغيرك ليعبث به. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. قلت له: لا، بشرك منهم، انت شغل عقلك وبكفي. هل تعرف عدنان إبراهيم؟ الآن عمل خطبة ضدي، عمل، هو ما ذكر اسمي بس واضح من كلامه انه يتوجه الي. يعني واحد قال له: انت تعرف سامي الديب؟ هذا ببين انه في اخطاء، فعمل خطبه. ان كلكم اعطيكم الرابط بعدين الخطبه بتاعته، يا ريتنا بينا نحطها تحت بالتعليقات. اعطي هلا، انا اخذت وقتي الان كل شو اللي قالها عني حاذكر لك اياه. المقطعات، فيما المقطعات حروف أوائل الصور، هذه أسرار محشوة في هذا الكتاب. الله عمل عمدا. ليش الله عمل الأحرف المقطعة؟ هي عملها عمدا. بقول لك: الذين ذهبوا يشككون أبناءنا وبناتنا في قرآنهم، للأسف غلبوا على عقولهم فأسقطوا البديهيات، يفكرون بطريقة يبرأ منها العقل
فضلا عن الإنصاف والعدل. يقولون مثلا القرآن فيه أخطاء لغوية، ما شاء الله، كأن الذي كتب القرآن لويس أو جون في القرن 19. حتى ولو فرضنا أن الذي اتفقه محمد وأصحابه ألم يكونوا عربا أقحاحا في ذرى العرب؟ كان ممكن نسمع الخطبة بتاعته، مش مهم. الصميمين العرب، ذرى العرب الصميم. أيها الأخوة، أيها الأصيلين، من أين تأتيهم الهجنة؟ من أين يأتيهم الغلط؟ أنت تعرف العربية وهم لا يعرفونها، ما شاء الله. أصلاً العربية أيها الأخوة، كيف عرفنا دستورها في نحوها وصرفها وبيانها أيضاً وبلاغتها؟ أول مسند وأعظم مسند وأقوى مسند لمعرفة ذلك القرآن العظيم. وبعدين في شعر الجاهل وشعر الإسلاميين في الصدر الأول مما يحتج ويتمثل بشعرهم وقولهم. القرآن الكريم رقم واحد، الحديث فيه خلاف لأنه نقل بالمعنى، أما القرآن محفوظ بألفاظه. ولم يحصل مرة أن انبرى مثل أبي لهب وأبي جهل للقول أيها الإخوة لقد وقعنا على أخطاء في القرآن. هذا ليس من شأن محمد ولا عمر ولا أبو بكر ولا علي أن يخطئوا في العربية. بين قوسين هذا عبط، بكل هذا عدنان إبراهيم، هذا عبط. طيب انتبهوا قبل أن نناقش الذي يقول لك قل له أنت عبيط. قبل ما تناقش كله أنت عبيط، حالا كله أنت عبيط. طيب منيح، واضح أنك عبيط. ولو حملت أكبر دكتوراه، ما هو أنا دكتور، ولو حملت أنت رجل عبيط. أنت رجل، هذا عمالك رهيب. أيوة، إنك رجل مغرد تريد فقط أن توجه سهما للقرآن. لا لا لا، القرآن محوط بمجال مغناطيسي أيها الأخوة، يصد عنه ليس الأسهم بل حتى القنابل النووية النقدية. يا سلام، شفت الشعرية تاعته؟ كلام فارغ تتساقط دون أن تبلغه، قبل أن تبلغه أصلا حصيرة كثيرة. عيب التفكير بهذه الطريقة الصبيانية، طريقة المغالطة، مغالطة البديهيات. لا يمكن ولا يجوز بأي حال من الأحوال إخواني وأخواتي. ولذلك العرب الأحقاق لحقاح عندما سمعوا أليف لام ميم، أليف لام ميم را، أليف لام ميم صاد، صاد قاف ميم نون ياسين طه طه إلى آخره، لم يقولوا ما هذا الكلام، لا بالعكس هالهم هذا واستوقفوا ووقفوا ما هذا، وأدركوا أن من وراء أن من ورائه وراء أن من ورائه أمرا ما هو. كفوا، لم يطعنوا في القرآن لأجل هذه الألغاز كما تبدو، علموا لها شأنا. لماذا؟ لأنها لم تأتي في كلام مختل متخاذل أبدا، أتت في كلام موزون متصادق يقوي بعضه بعضا، يشهد بعضه لبعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. علموا أن أمره عجيب ودانوا بهذا، وإن كابروا عليه وجحدوا دانوا بأنه عجب. هذا كلام واضح أنه موجه إليه، أظن هو إليه لأنه الوحيد اللي يعني الآن اللي بشدد على أخطاء القرآن. هذا عدنان إبراهيم اللي يعتبرون يعني رجل وسطي أو معتدل أو مصلح مثله، هذا الكلام اللي يحكي ابن الحلال. من السهل الرد على إبراهيم. أولا، الأحرف المقطعة في القرآن ينسف بلاغة القرآن نسفا لأنها تدخل ضمن اللغو، اللغو الذي عرفه لسان العرب، السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة ولا على نفع. يعني الأحرف المقطعة لا بتعمل فيها لا راديو ولا تلفزيون ولا ذرة ولا حتى هي مفهومة. ما حدا من أقحاح العرب مثل ما بقول فهمها شو هي أصلا يعني. ولا المفسرين.
برهان ذلك المفسر ما فهمه. هو بيقول لك لا، هذا عند هذا السر، هذا الله تعمد وضعه هذا السر عند الله. طب شو استفدنا؟ خليه عنده. يعني بكرة السيسي يعمل خطبة بيقول لهم ألف لام ميم طه ميم صاد، بيقولوا له شو هذا يا سيد الرئيس؟ بيقول لهم هذا السر عند الله. حالا بدعوا سيارة إسعاف بودوا على مستشفى المجانين. أكيد أكيد، يعني أي رئيس دولة يعمل خطاب بيستعمل الأحرف المقطعة في بداية خطابه بيقولوا إن صاحبنا انجن، الحقوه صاحبنا انجن. على كل وعدنا إبراهيم على الله يعلم شو هو. أوكي طيب، واللغو هو لغو، واللغو مخالف لمبدأ البلاغة التي تعني إبلاغ المعنى من المتكلم إلى المخاطب دون التباس ودون إبهام. من جهة ثانية لم يتم جمع القرآن إلا بعد موت محمد، ولم يكتمل إلا بوفاته، ولم يكن كتابا متداولا في زمنه محلا للدراسة كما تدرس النصوص في عصرنا. كما إنه من غير المعروف هل كل ما قاله الأولون في القرآن قد تم حفظه، لنعرف إن تم التقاطه أم لا. ما نعرفش إذا التقط لأنه كثير كتبه اختفت. فعلى سبيل المثال لم تحفظ لنا كتاب ابن الرواندي أو الفيلسوف أبو بكر الرازي التي طعنوا فيها في القرآن. هم طعنوا في القرآن لكن لم يحفظوا، يعني معروف من الناقدين أنه هدول طعنوا في القرآن. من جهة أخرى ما قاله السابقون أو ربما قاله السابقون لا يلزمنا نحن، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأنا أعرض الأخطاء اللغوية وعلى من لا يوافقني الرأي تفنيدها بالحجة والبرهان وليس بإرجاعنا للأوائل وما نسب لهم حقا أو زورا. يعني أعطيني هدول الشعراء، أعطيني رقم تلفون نتصل بيهم كلهم صحيحين أنتوا قرأتوا القرآن شو رأيكم؟ إيه أكيد هم ما سمعوا كل القرآن، بجوز سمعوا بعض الكلام، بجوز ربما عمرهم ما سمعوا بالقرآن. وحد يسترجي هو اليوم، لو واحد يسترجي يحكي إنه في خطأ في القرآن مش عندنا أساتذة الجامعات، ما حد بيقول إنه في أخطاء. هل هو لأنه مش فاهم؟ لا، لأنه خايف على رأسه. فهذا كلام فارغ، يعني كلامه لعدنان إبراهيم هذا يدل على خواء عقلي. يعني في رأسه هنا عزيزي فاضل عدنان إبراهيم في تبن، ما في مخ. نبينا لو يجيب مثلا خطأ من الأخطاء ويناقشه قدام العالم قل لهم هذا خطأ ولا صح، يعني مثلا لا، بيقول لك بداية كل أنت عبيط. هو قال بذاته بداية قبل أن تناقشه قل له أنت عبيط. وكي أخي كيف أنت عبيط من دون ما تناقش؟ لا، فمعناته صاحبنا عدنان إبراهيم براسه هنا في تبن، ما في عقل. طيب هو يشبه من يتغزل بعروس لم يراها من قبل، يقول لك العروس ما في أجملها، أخي أنت شفتها حتى تتغزل بها؟ ما شفتها. أو أجبر على التغزل بها لأنه لو فعل عكس ذلك لتم قتله من قبل معجبيه، أو على أقل تقدير لانفرط معجبوه من حوله واتهم في دينه واعتبر مرتدا. صاحبنا عدنان إبراهيم بعيش من الجامع اللي عنده ومرتزق. مرتزق، لو قال لهم أنا وجدت خطأ واحد ثاني يوم بطردوه على الشارع بموت جوع. هذا تاجر، هذا تاجر دين بيحكي. لو إنه قال إني أنا كلامي ولو 1% من كلامي صح، 1% اتصور حيعملوا فيه ثاني يوم بنسفوه الجامع تاعه. أكيد بعدين ولا حد يسمع له ولا حد ينادي على الإذاعات أو على التلفزيونات. بالنادي له هون على برنامج الجهر بالحق. مثلا بس أنت ما بتدفع فلوس عزيزي. تبحيرني. عملت معك كم حلقة عمري ما شفت فلوسك. بدك تصبر شوي بعدين نعطيك يعني. لا أنا مسامحك أخي ولا آخر. أنا مسامحك ولا آخر. طيب إن كان كلامي في تعليقي على عدنان إبراهيم صحيح، فنحن أمام دجالين يمارسون الرياء
ولله درئ بالعلاء إذ قال أرائيك فليغفر لي الله زلتي فديني ودين العالمين رياء. هذا أبو العلاء المعري فهمها على طول عليه. أبو العلاء المعري تعرف أنه قسم البشر دين لا عقل له وعاقل لا دين له وذو عقل لا دين له. فهذولا صاحبنا هذا ربما هو متدين ما أدخلش في ضميره فهم علي؟ لكن أكيد ما عندوش عقل الحاصلة على رأي أبو العلاء وعلى رأيه. صراحة أنا من شي سنتين واحد سألني عن رأيي عبد إبراهيم فورا كلمة دجال اجت على بمخي قلت له دجال هذا مباشر دجال يعني هو مو الوحيد يعني 99 من مفكرين دجالين بس هم خايفين على رؤوسهم. يعني احنا نقول يعني ما لا يدرك كله هي قاعدة فقهية. أنا أستاذ أصول الشريعة تعرف من القواعد الفقهية الإسلامية ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني إذا إحنا يقول عندنا شعرة من طيز الخنزير حلال شعرة من طيز الخنزير حلال فإذا يعني استطاع ينور شوي مثل القمني مثل غيره من المفكرين المحامي ماهر مثل غيره من المفكرين المسلمين بس هناك ما حد منهم بيسترجي يقول لك القرآن فيه خطأ لأنه لو قالوها يعني ما بيقدر. فهنا المشكلة يعني هل نقدر نطلب منهم المستحيل؟ مش ممكن. وأنت تعرف المقال القول لكل مكان مقال لكل مقام مقال. هو لو يغير مكانه بتغير كلامه. لو بعيش في سويسرا وعيش في غير دولة حرة للكلام بتشوفه يتكلم غير شيء. بس في الوضع الحالي اللي هو فيه كل مفكرين إن كان الكمني ولا ماهر ولا معرفش مين ولا حتى ميزو. أنا سمعت صاحبنا ميزو حباب جدا ميزو تعرف يعني أنا بريده كثير هذا لطيف ميزو بس يعني بدور وبلف حول القرآن كأنه صحيح بيعتبره منزل. يا أخي ما في شيء منزل. هلا كله هل في القرآن أخطاء؟ حيحلف لك بالطلاق 3 مرات ما بيسترجي. هو مش خلصان هو بنتقد البخاري رغم إنه البخاري مليان خرا بعيد عنك. هو مش خلصان. إيش بالك لو بحكي كلمة واحدة على القرآن؟ لو فاطمة نعود حقت كلمة واحدة عن القرآن لو صاحبنا جمال البنا حقت كلمة واحدة عن القرآن والله بشرشحوه فهدول. حتى الكمني أنا أحترم جدا الكمني هو يعني بتعدوا على التاريخ الإسلامي صحيح بتعدوا على البخاري جميل لكن ما بقدرش حد منهم يمس القرآن. يعني أنا بعته وصلوا للكمني طبعة العربية للقرآن أنتظر ما هو رأيه بس ما يسترجي لأنه إذا قال شيء وأنا نشرته بتبهدل. وحتى يدخل مثل ما قلت نبينا حتى يطالعوا اللي بقلبهم لازم يكونوا خارج هالوطن الإسلامي هذا اللي علشان تكون مستقل بفكرك يجب أن تكون مستقل. إذا ما كنتش مستقل اجتماعيا واقتصاديا وماليا واللي تريده ووظائفيا ومؤسسيا. حتى أخي الفاضل الكلام اللي أنا بحكي الموضوع اللي بحكي لا يعلم في جامعة هارفارد مستحيل أنه أستاذ جامعة يجرؤ يعطي درس عن أخطاء القرآن مثل اللي أنا بعطيه بحلقاتك مستحيل لأنه السعودية حتقطع التمويل تاعها ولا ما في أي جامعة عربية أو إسلامية تجرؤ أن تقول عشر اللي أنا كتبه في القرآن تاعي ولا 1% ما أظن ما في
ما بيستطيعوا، ما بيستطيعوا عزيزي، يعني مو فقط دولنا لا يوجد عندهم استقلال مؤسسي. لا هو قالوا كيف المجنون تجرأ يقول ذلك؟ فالجواب انه المجنون لم يكن يعرف انه ممنوع لذلك قاله. ما كانش عنده علم انه كان ممنوع. ما في حد عندنا في العالم العربي كله. انا مره يعني كنت في على مأدبه لاساتذه جامعات مغاربه في المغرب في طنجه، كنت في طنجه، وبعدين كلمتهم عن طبعة العربية بالقرآن، يتلفت شمال يمين إذا ما حد سمعنا، يخاف على روحه، يقول لي شو هذا الحكي اللي بتحكي بيه؟ قال لي منيح بس يعني ما بصير، بس ما هذا مجال بحث، لماذا تغلق مكتب البحث؟ إيه بس يبحث بغير مواضيع، مو هيك المواضيع، شو بتصير هيك أمور؟ لا ما بنفع. يخافون، احترموني لأني ضيف، احترموني كضيف، لانه عند المغاربه مبدا الشرف، مبدا يعني هم مضيافين جدا المغاربه، هم يقول يا ضيفنا ان زرتنا وجدتنا نحن الضيوف وانت صاحب المنزل، عندهم بيت شعر يرددوه هذا جميل بيت شعر معبر. ايه هم يعني انا اعطيت محاضره كل طلبت انه الغاء الوحي في في في, في الرباط، وكان اللي يقيد النقاش كان وزير مغربي، وزير مغربي قاعد بحدي، قلت له ما هو ابو زكريا الرازي قال لي قال هيك، قال لي هو قال هيك، قلت له قال هو قال هيك. بس القاعه ماجت وهاجت، واحد وقف، واحد عراقي شيعي وقف جبتوا لنا واحد يسبنا في عقر بيتنا، الوزير تعرف شو جاوبه؟ هذا ضيفنا، سكر سمه. منيح الوزير تشجع وقال هذا ضيفنا. إلا بس عندهم هنا احتشم، لما يقول لك احتشم هاي القمة احتشم، استحي، فاهم علي؟ الضيف لا يمس، الضيف لو طلعت الحل لو كان مغربي حتى يا ويله، بس أنا كضيف ما حد يسترجي يمسني لأنه أنا تحت حمايتهم. تعرف انهم دعوني للمغرب هناك اعطي محاضره، بعثت النص تاعي قلت لهم اقراوا وان عجبكم اجي، قالوا لي تعال، لما وصلت المطار مسكته باذراعه المنظم، قلت له انت مجنون تدعوني، كيف انت قراته؟ متفق مع اللي قلت لي اياه كتبته انا، قال لي اخي احنا متفقين 100% معك، لكن انت المجنون الوحيد اللي يجرؤ يقول الحكي هذا، والله قال لي اياها هيك، قال لي انت المجنون الوحيد، قلت له كثر خيرك عملت اللي بعدك مجنون. نبيل شو رايك ناخذ اتصال؟ بالتمام، هنا نكتفي بهذه الحلقه، المره القادمه حنتكلم عن الاخطاء اللغويه النحويه، الاخطاء النحويه للقران، وقد نعمل عليها حلقتين مو حلقه واحده لان عددها ضخم جدا. اوكي ناخذ الاتصال، وهنا في حتى اسئله جات على اليوتيوب هنا كثير. ايوه تفضل، اذا في اتصال خليني وانا حشوف هنا الاسئله شو جات فينا. تفضل. في الاخ مصطفى اتصل وعم بتصل فيها، حاول اتصل فيها اخ مصطفى اذا بتقدر تتصل فينا لانه يظهر ما انك سمعان الاتصال، يا ريت تعاود تتصل فينا اخي مصطفى. انا بتشكرك. على كل حال اصدقائي انا فتحت السكايب وبتمنى منكم اتصالاتكم والاسئله. نبينا اذا بدك تجاوب على اسئله باليوتيوب تفضل. انا حشوف هنا شو هنا ما في اسئله، شو بيقولوا هنا، ما في اسئله واضحه، انا اخذ المشكلة شبابنا بنزلوا يعني لا هنا ما حيات، هنا تحيات مرحبا ما اعرف ايه كلام، ما تركوا ما حطوا ما اعرف شو يعني. طيب خلينا ناخذ اتصال من سارة. واحد تفضل. سارة تفضلي. سارة عم نسمعك، يا ريت علي صوتك، يا ريت بس اليوتيوب تطفيه وتعلي صوتك سارة. اوكي.
صباح الخير أخ جان، وصباح الخير، وما بعرف هو مساء الخير عندكم، سامحني. ولا يهمك ولا يهمك، مهم خير، كله خير. أنا نوجه تحية كثير كبيرة للنبي سامي الديب، فريمون يعني هو يقدم لنا في معلومات كثير مهمة، لأنه هو ينتقد في الإسلام في القرآن بطريقة يومية، وهذا الشيء نحيي عليه ونقول له راك تفتح عقول كثير الناس، ونتمنى تستمر هذه الحلقة. نقول لك جان زعما راك ممتع، دائما أتابعك ودائما أستمتع في حلقاتك، لكن أنا بدي أسأل الأستاذ الدكتور سامي الديب. نبي سامي الديب، أرجوك سارة، نبي سامي الديب. نبينا العظيم الأعظم. تفضل. هو عاش في المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي، وخاصة في فرنسا، ونعرفوا فرنسا يعني كان عندها يعني علاقات مع بزاف، يعني هذا الدين عندها زعما يعني عندها كثير، ما مش عارف، سامحني الفكره راحت، لكن انا حابه نسالو واش هو المستقبل اللي يشوفه في بعد هذه الثورات، هل هناك شيء ايجابي؟ انا كشخصي انا نشوف سوريا هي يعني بعد سوريا حننتظر يعني شيء جميل، حننتظر يعني ثورة فكرية تنويرية يعني، ما بعرف هذا هو. وتحياتي ليه كثير، وفوالا نقول لها نتمنى لك الصحة ودائما الأفضل والتنوير، يعني إن شاء الله يكثروا من أمثال سامي الديب، لأنه هو أستاذ أنا أشوفه هذا ما أخذش حقه في التلفزيون العربيين اللي يتبعوا بهذه الأديان، هو كان في مجتمع آخر كان يأخذ وسام الشرف، لأنه صراحة عالم بخبايا اللغات والأديان، ونحييه ونشجعه، واسمح لي ما نطولش عليه، أفكاري متشتتة لأني هذا قمت من النوم. ولا يهمك سارة، ولا يهمك سارة. تسلمي. شكرا أختي سارة على الإطراء الطيب ولطفك. أنا في الواقع لا أعيش في فرنسا ولكن بسويسرا، وربما هذه عندنا استقلالية في سويسرا أكثر من فرنسا، لأنه فرنسا عندها سوابق استعمارية للدول الشمال أفريقيا، ولهيك لا يجرؤون كثيرا، هناك عقدة الذنب التي يعتمد عليها كثير المسلمون. هنا في سويسرا لم نستعمر أحد، فعندنا استقلالية بالنسبة للإسلام، ممكن نقول هذه استقلالية برضو شخصية، يعني لأني أنا متقاعد رغم أني أكمل أعطي بعض الدروس في جامعة فرنسية. ما هو المستقبل؟ اليوم الخبر جاء أنه البرلمان العراقي رغم المصيبة اللي وقعتهم مع داعش منعوا بيع الخمر في العراق، يعني هذا موقف داعش بالتمام، هذا موقف داعش. هلا سوريا حتكون متنورة لو إنه الأسد تعلم من أغلاطه، يعني مثلا لو انتهت الحرب، على أمل تنتهي الحرب، إنه سكر كل معاهد تحفيظ القرآن، وثانيا إنه فرض طبعة العربية للقرآن، فرض طبعة العربية للقرآن، وثالثا يطلبني أعمل له دستور جديد، لو يجي يطلبني أعمل له دستور، لأن أنا ترجمت الدستور السويسري إلى اللغة العربية، وهناك الخبرات. السعيد هو اللي يتعلم من أغلاط الغير، التعيس اللي يتعلم من أخطائه، والأتعس اللي يتعلم لا من أخطاء الغير ولا من أخطائه. فهو إذا يحتاج مساعدة أنا مستعد أتبرع بوقتي لعمل دستور لسوريا جديد، وأول ما أعمله هو أحذف الكلمة التي تقول في كل الدساتير العربية الإسلام دين الدولة والشريعة مصدر من مصادر التشريع، وأكرس مبدأ المواطنة والمساواة للجميع،
لأنه سويسرا هي مثال للدول العربية، كان فيها طوائف وشعوب متناحرة دينية ودينيا وأثنيا، وتم حلها. كيف هذه المشاكل وكيف صارت أغنى دول العالم؟ كيف؟ لأنه استطاعوا أن يعملوا السلم بين طوائفها بفصل الدين عن الدولة، وباعتماد مبدأ المساواة بين الجميع ومبدأ المواطنة. يعني مثلا احنا عندنا حوالي 22% فرنسيين، حوالي 70% ألمان، 5% إيطاليين، 1% روماش. هذول الألمان ولائهم لسويسرا مو لألمانيا. الفرنسيين بسويسرا ولائهم لسويسرا مو لفرنسا. الإيطاليين ولائهم لسويسرا مو لإيطاليا، رغم أن لغتهم هي ألمانية فرنسية إيطالية، والروماش هو خليط. أوكي، فهذا هو المبدأ، أنه يكون الولاء للوطن ويكون المواطن هو الأساس. إحنا دولنا العربية لا يفرق دائما بين الكافر وغير الكافر، غير الكافر الملحد وغير الملحد، أنت مسيحي أنت مسلم وغيره وغيره. هذا يجب أن ننهي منه. لم أسمع. نبينا بس كنت عم بحكي مع الأخ مصطفى منتصل، بس في شغلة بدي أنوهها أخي مصطفى والأخوة اللي يتصلوا، لما أفتح الخط ويلاقوني ساكت كون الضيف عم بتكلم، بس ينهي كلام وأرجع لكم. يعني تفضل أخي مصطفى تفضل. ما بعرف إذا نبينا سامي إذا في عندك تكملة بدك تكمل. أنا كمل. فالمستقبل هو حسب إيه حنعمل فيه المستقبل. هل إذا حناخذ نفس إذا أخذنا نفس الخطوات تاعون داعش، فما اختلفنا عن داعش، لكن هل يجرؤ الأسد إغلاق كل معاهد تحفيظ القرآن ويفتح معاهد تفهيم القرآن؟ هل حيقبل إنه ياخذ طبعة العربية للقرآن يدرسها في جامعات وجوامع؟ لن يجرؤ. هل يستطيع أن يغير الدستور ويأخذ بالدستور السويسري مثلا؟ لن يجرؤ. فلهناك أنا المستقبل أشوفه تعيس، المستقبل العالم العربي تعيس، لأنه ما زال يركز على أخطائه، وما زال يعني متشبث بأخطائه. لما قالوا للمصريين احذفوا المادة الإسلام ودين الدولة، الأزهر وغيرهم قالوا لا، هذا تعمل حرب أهلية. يعني ما زالوا هم على أخطائهم. فشو استفدنا من الثورة اللي سموها ثورة؟ مو ثورة، كلام فارغ ده. فيعني إذا أنت الشجرة إذا أنت ما قلعت من جذورها ستنبت دائما وبأسوأ حال. تفضل. بشكرك نبينا. على كل حال الأسد إذا كان بده يغير الزاوية دستور سويسري كان بكل تأكيد راح يخسر الكرسي، وهذا أهم شيء عنده، ما بيهمه البلد كله، بيهمه الكرسي فقط. على كل معنى اتصال من الأخ مصطفى. أخي مصطفى أسفين على التأخير، تفضل مصطفى. تسمعني مصطفى حبيبي؟ تسمعني؟ ألو. تفضل سامعينك. تفضل مصطفى سامعينك. أسمعك. يظهر الأخ مصطفى لا يسمعنا. طيب على كل أنا بتمنى بس من الأخ مصطفى إذا بده يحكي يرجع يتصل فينا بصوت واضح. نبينا نحن تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة، يعني وصار ساعتين لتلت، يعني فالحلقة أظن يكفينا لهذا الأسبوع. الأسبوع القادم مثل ما قلت سوف نبدأ بالأخطاء النحوية. بالتمام. حنأخذ ربما لحلقتين ليس حلقة واحدة، حنشوف حاكي بالسيناريو على كل على موقع الحوار المتمدن وسأبحثه لك، وحاكتب العناوين اللي ذكرتها حاليا عن الكتب والأشياء هيك اللي قد تستفيدوا منها. وأشكرك مجددا أخي جان على استضافتك لي، وأشكر جميع المشاهدين على حسن استماعهم، وآمل أني ما جرحت حد، ليس هذا الهدف، لكن النقد لا بد منه، لا يوجد مجتمع يتطور دون نقد. بكل تأكيد نبي. على شرط يكون بناء، هذا هو الهدف تاعي.
بالضبط، وأنا أشكرك كثير نبينا على وجودك وتواجدك معنا، رغم أن هي أول حلقة نبثها، يعني امبارح سوينا بث تجريبي وهي أول حلقة على قناتنا الجديدة. أصدقائي أنا بتمنى تنشروا الحلقات هاي وتشتركوا بالقناة الجديدة هاي حتى يصل صوتنا يصل لكل الناس. يعني الصلاعمة كتر خيرهم، سووا فينا فصل امبارح وسكروا لنا القناة، بس اتمنى يعني اصدقائنا يرجعوا يشتركوا بالقناه هاي، واكيد القناه راح ترجع مثل ما كانت بغضون ايام يعني وليست اسابيع، انا متاكد من الشيء. نبينا اشكرك كثير، وطبعا اصدقائي بعد ساعه وثلث من هلا في عنا مناظره في حقيقه الوحي الاسلامي على برنامج الاتجاه المشاكس. سوينا برنامج نبينا، برنامج جديد اسمه الاتجاه المشاكس. جميل جميل، مبروك. تسلم تسلم. فأتمنى أصدقائي تنتظرونا في البرنامج هذا الاتجاه المشاكس، ومناظرة بين الأخ ليث الكوسري والأخ تحسين العراقي بعد ساعة وثلث من هلا على الثمانة تقريبا. شكرا كثير لكم، وشكرا كثير لك نبينا. شكرا لكم، شكرا لكم. يمكن تحميل طبعة العربية للقرآن مجانا، أو يمكن شراءها، ليس المهم الشراء هو تحميلها، وارسلوا لي كل ملاحظاتكم للطبعة الرابعة التي قد تصدر بعد سنتين، وشكرا لكم. شكرا لك نبينا، شكرا. إلى اللقاء أصدقاء، إلى اللقاء في حلقة. إلى اللقاء، شكرا أخي.